بالرغم من حالة النشوة التي يعيشها الفريق الأول بالنادي الأهلي بعد الفوز الأخير على بتروجيت وخسارة الزمالك أمام الإنتاج الحربي واتساع الفارق بين الفريقين إلى 6 نقاط، يدخل المارد الأحمر لقاء اليوم وهو في قمة التركيز حين يواجه فريق مصر المقصة على استاد برج العرب في افتتاح مباريات الأسبوع 21 من الدوري الممتاز. الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 44 نقطة، يتطلع إلى تحقيق عدة أهداف أهمها الحفاظ على فارق الصدارة في المباراة الأولى للفريق تحت ولاية الهولندي مارتن يول، والذي يبحث عن انتصاره الأول في أول مباراة لزيادة شعبيته لدى جماهير القلعة الحمراء، كما يسعى الأهلي لتعويض خسارته المفاجأة أمام المقصة في الدور الأول بهدف نظيف. يدخل الأهلي اللقاء كامل العدد دون إصابات باستثناء غياب حارسه الأول شريف إكرامي للمباراة الثالثة على التوالي، ليظل معتمدا على أحمد عادل عبد المنعم بالإضافة إلى محمد نجيب الذي يعاني من آلام في الظهر. على الجانب الآخر يسعى الفريق الفيومي صاحب المركز الرابع برصيد 33 نقطة بقيادة مديره الفني إيهاب جلال العودة مجددا إلى مسيرة الانتصارات التي غابت عنه منذ الأسبوع 16 بعد الفوز على حرس الحدود بهدف، ومن بعدها التعادل في 3 مباريات متتالية أمام إنبي والشرطة والمصري، ثم الخسارة الأسبوع الماضي أمام سموحة برباعية، بالرغم من حالة التألق التي يعيشها الفريق على المستوى الإفريقي عقب التأهل للدور 32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية على حساب الدفاع الأثيوبي. فهل يحقق الأهلي فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد مارتن يول ويحافظ على فارق الصدارة انتظارا لمباراة الزمالك غدا أمام المقاولون، أم يحقق المقصة المفاجأة ويكرر فوزه على الأهلي كما فعلها في الدور الأول؟